حكايه ان مش كل الايرادات بتاعه الدوله بتدخل في الموازنه العامه ده كلام صحيح 100%. ما يدخل موازنه الدوله لا يزيد عن 40% من ايرادات مصر الحقيقيه. يتبقى في حوالي 30%، تمام، بتدخل من خلال الصناديق الخاصه. ممكن اقولهم بالاسم، المحاجر دي، ادارات المحاجر في كل المحافظات دي ثروه قوميه، ثروه اجيال. احنا ثالث دوله في العالم من الثروه المحجريه، دي كلها عباره عن صناديق خاصه في المحليات في المحافظات، ما بتخشش ايرادات الدوله. وبالتالي احنا بنقول بارقام، مش بنقول كلام مرسل. الكارته والطريق وكل ده له صناديق خاصه، الصناديق الخاصه بيتم فيها الصرف بطرق خاصه، وبالتالي في 30% في اجمالي الصناديق اللي غير محصوره. الجهاز المركزي بنفسه لم يحصر صناديق خاصه في مصر حتى الان. والصناديق الخاصه في مصر دي انشات من اول 74، من اول قانون راس المال العربي اللي هو بتاع الرئيس حجازي، من اول ما عملنا الانفتاح الاقتصادي. خلي بالك، صندوق راس المال العربي قانون 73 74 سنه 73، وتوالت كل وزاره الله اعلم بصناديقها اللي موجوده عندها، وليس لها رقابه ولا احد. وفي الاخر انت عندك مورد الكارته دي اللي على الطريق، كل واحد عمال يدفع يدفع يدفع، بتروح لمين؟ بتروح في صناديق خاصه. طريقه الصرف في صناديق خاصه لا تدخل في الموازنه العامه للدوله، هذه ايرادات لدوله في سنه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، ان النهارده احنا عندنا قطاع القوات المسلحه بيعمل في العمل المدني، تمام، وفي الاقتصاد المدني، يسحب نسبه من العمل الاقتصادي المدني المصري، تمام، اذا كان فيما يخصه هو في اداره القوات على عينينا. احنا بنتكلم في بعض الصناعات اللي هي مدنيه بالاصل، والمنافسه فيها لا عنده ضرائب ولا عنده تامينات وعنده عماله مجنده وعنده غيره، بينافس فيها السوق المدني. ده بخلاف ان انا عندي مشكله اصلا كمان تشريعيه في الاقتصاد السري او اقتصاد بير السلم. كل هذه الاشياء خارج اطار موارد الدوله، تمام. وبعدين لما ابص للارقام اللي هم حاطينها في الايرادات اللي بتمول، اكبرها الايراد الضريبي واكبرها بيجي من العام. كبير كبراء الممولين لا يدعمون الدوله بنسبه وتناسب زي الموظفين الصغيرين. يكفي ان انا اقول لك ان الضرائب المحصله من المجتمع الضريبي للمهن غير التجاريه، المحامين والاعلاميين، واحنا بنسمع عن ارقام بالملايين في المسلسلات، تمام، لم في موازنه السنه دي 14 15 اقل من 3 مليار جنيه مصري، 2,950 مليار، اقل من 3 مليار. الموظف الصغير بقى بيدفع كام؟ الموظف الصغير القاعده الايرادية بتاعت ضريبه مصر الصغير تجاوزت 15 مليار. موظفين الدوله، ضريبه الدخل وضريبه الضرائب اللي على الموظفين الحكوميين بتغذي الدوله ودمغه وغيره. المهن غير التجاريه اقصى رقم المفروض توصل ل 13 مليار، 3 مليار الا 50 كمان. اذا في خطا في طريقه التطبيق، في خطا في التشريعات. فاحنا لما بنتكلم على دعم، ايوه الدعم مطلوب ترشيده، ده بخلاف حتى ما يثار على طريقه انك بتقيم المنتج بالسعر العالمي في الوقت اللي انت لا تقيم فيه اعمال المصريين بالسعر العالمي.